السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله أن يسعدكم ويرفع قدركم ويجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. قولوا أمين. أحبابي، ربي وربكم يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. اسمع، فأبت السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة من الله سبحانه وتعالى، فحملها الإنسان الضعيف. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نريد أيها الأحبة وقفات مع هذه الآية العظيمة. الإنسان حمل هذا الحمل الثقيل مع ظلمه وجهله لهذه الأمانة العظيمة من الله تعالى حينما خافت السماوات والأرض والجبال. فعظم الله شأن الأمانة التي ائتمن بها المكلفين في امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فهذه النفس التي بين جنبيك هي أمانة، فأقول لإخواني وأخواتي: الله الله، أن نؤدي الأمانة التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى. فما نقوم به من تزكية لأنفسنا التي قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه من شرف أداء الأمانة. أختم بقول الله سبحانه وتعالى حينما نادى أهل الإيمان، قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانة عظيمة أحباب الكرام في أن نطيع الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب المعاصي والسيئات. في الختام أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الأمانة، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا بما يرضي ربنا.